يعقد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز اليوم مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته إلى اليمن التي تفقد خلالها الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين بسبب الصراع الدائر في شمال البلاد. وقد حاول المسؤول الأممي خلال زيارته لفت أنظار المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني في اليمن، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى الدول المانحة لتوفير حوالي 24 مليون دولار تحتاجها مفوضية اللاجئين للقيام بمهامها. وتضم مخيمات اللاجئين في مناطق شمال اليمن أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم 55 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب الدائرة بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين منذ شهر أغسطس الماضي.